السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من دوار بن ناصر الشمالي، وكما كتشوفوا معنا العملية ديال دور الصفيح، القضاء على دور الصفيح، عملية الهدم في وصلات الأمور وآخر المستجدات. فاليوم يوم الأحد والعملية متواصلة. اليوم كنشوفوا مجموعة من الأمور اللي كدار واللي غنحاولوا نقربوكم منها. خليكم معنا. المئات ديال البراريك مشاو من مدينة تمارة في اتجاه مدينة الصخيرات من دوار بن ناصر الشمالي، ومني كنهضروا على دوار بن ناصر الشمالي وباقي الدواوير فكنهضروا على الالاف، ازيد من 3500 براكه مشات من تمارة في اتجاه مدينة الصخيرات. العمليه ديال حل المشاكل والاشكالات ديال مجموعه من الاسر مستمره، والوقوف على كل كبيره وصغيره خلات حتى من يوم الاحد اللي هو يوم عطله غادي يكون يوم عمل. وكنشوفوا ان السيده القائده واعوان السلطه والقوات المساعده كلشي منتشر في الدوار، وكل شيء واقف على كل كبيرة وصغيرة، فكنتمنى من الله التيسير للجميع. دائما مباشرة من دوار بن ناصر الشمالي، واليوم يوم الأحد فالعملية مستمرة. نتمنى من الله التيسير، ونتمنى من الله أنه جميع المشاكل تحل وتمشي في الطريق الإيجابية إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.